أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني توحيد البدلات للعاملين بنظام النوبة في مطار الكويت الدولي وبرج المراقبة والرادار، موضحة أن القرار يحدد نظام العمل للمراقبين ب8 ساعات صباحية، ثم 8 ساعات مسائية، ثم 8 ساعات ليلية، يعقبها يومين راحة. فيما سيكون نظام العمل للعاملين في المطار 8 ساعات صباحية، ثم 8 مسائية، ثم 8 ساعات ليلية، يعقبها يوم الراحة، يوم واحد راحة، مبينة أن هذا النظام سيوفر استقرارا للموظفين، ومرحبة بأية مطالبات جديدة لنقابة العاملين بالإدارة.